بس الحزين اللي تربع قمة الأحزان. بالنسبة لحزني سعيد أنا تنبض عروقي نصنا وسط صدري نص قر نصفه الثاني معاك يعني بعيد. أنا عايش على فكرة مصيرك يوم لي بتعود. أنا عايش على حطة إيدك لازلت أنا موجود. مو كان أكسر ما شي اختلف إلا الحنين بزون. عايش سعيد. الله يسلم الصوت. يسلم صوتك. وختامنا اليوم مع أجواء فنية ومعنا اليوم فنان كان في فريق صابر الرباعي عام 2012 في برنامج The Voice ووصل لمرحلة المواجهة. إبراهيم دوليبي مشاهدينا طبعا عمل على نفسه بجهد وفي آخر 7 سنوات طبعا أصدر عدة أغاني ومساء يوم أمس أصدر آخر أغاني. حياك الله إبراهيم نورنا وأهلا وسهلا. صباحك ويسلم الصوت. صباحك سعيد زي الأغنية اللي غنيتها. يا رب وصباح كل المشاهدين يا رب. أنا ترى جدا مسرور بصراحة اليوم بإني معكم ووسطكم وحقيقة يعني شعور لا يوصف. سعيدين فيك أكثر. أكثر يا إبراهيم. إبراهيم خلينا نرجع شوي يعني ل 2010 سمعنا صوتك في مقدمة برنامج خواطر على ام بي سي وبعدها ب 2012 شفناك على مسرح ذا فويس ويعني كان صوتك رائع وكنت ضمن فريق صابر الرباعي. هل تجربتين كيف يعني ضافوا لإبراهيم؟ طبعا هو كأول عمل احترافي كان كتتر خواطر للإعلام القدير أحمد شقيري. لو تلاحظ بين الأسماء اللي قبلي كانت كلهم أسماء ضاربة يعني حمود الخضر وبعد ماهر زين وبعدين حمزة نمرة وبعدين حسين الجسمي. فكان إبراهيم الدوليبي بالنسبة ليهم مين هذا شخص غريب. الحمد لله قدرت أقنع أحمد شقيري بموهبتي وبصراحة أعطاني فرصة مرة كبيرة بهذا الشيء. The Voice لما اشتركت في 2012 بصراحة يعني تعرف إنه أغلب السعوديين ما عندنا معاهد موسيقية فاللي يطلع على البركة. ما عندنا مسارح حتى نكون ناس متمرسين. فطلعت والحمد لله يعني وصلت لمرحلة المواجهة وهذا بموهبتي بس يعني حاولت إني أسقلها بس بعد كده الحمد لله فتحت لي أبواب كثير يعني. طيب إيش أكثر من المصاعب اللي أنت واجهتها في هالرحلة اللي عشتها؟ أوكي خليني أقول لك في The Voice أنا كان لو كنا زي الوضع الراهن اللي احنا فيه يعني ما شاء الله فتحت المملكة بعد 2018 وصار عندنا منصات خليني أقول زي الكافيهات والمطاعم والإيفنتات اللي يسمحوا لنا نغني فيها كنت يمكن وصلت لنهائيات وممكن كمان كنا أخذنا مراكز. احنا نقول إن شاء الله الفرصة موجودة. طيب هذه السبع أنت في خلال 7 سنوات إبراهيم كنت تتنقل يعني القاهرة باريس المغرب وكانت هذه الجولات فنية. الآن بعدها يعني خلينا نقول المجال اللي الفني اللي تم إعادة فتحه وليس يعني فتحه من أول وجديد تم إعادة فتحه بالنسبة لكم كفنانين شباب كيف تستفيدون من هذا التحرك الآن الفني؟ أول شيء إنه أنا أعرض نفسي ويكون عندي أكثر من منصة في بلدي في السعودية. هذا شيء مرة كويس. ليش؟ لأنه أصلاً الناس متعطشة بأنهم يحضروا طرب لايف وكانوا بيسافروا ويتوجهوا مثلاً للقاهرة أو مثلاً أي دولة سواء عربية أو غير عربية عشان يشوفوا هذا الشيء. فنحن كفنانين لما أنا أول ما بديت مثلاً في باريس بعدين رحت للمغرب بعدين القاهرة كان كله ترى تمرس أكثر من بحثاً عن مادة. كان أني أستقطب جمهور والجمهور هذا يعني أغلبه خليجي. إلين ما خلاص ما شاء الله تبارك الله يعني إحنا بداية في جدة آخر أسبوعين الحمد لله كان عندي برضو في الخبر ما شاء الله. في الرياض دحين بدأوا الناس الحمد لله يتفتحوا لهذا الشيء يعني. أكيد مو بس أنا والشباب كثير بصراحة ممتاز ولكل مجتهد نصيب طبعا. طيب إبراهيم كلمنا أكثر عن أغنيتك اللي أطلقتها أمس. طيب أغنيتي هذه بصراحة كانت زي ما يقولوا مركونة بس كنا مستنين الوقت المناسب عشان نقدر ننزلها. في ظل الوقت اللي احنا فيه صار الواحد يا انه يكون عنده شركه انتاج دعمته زي ما شاء الله الشباب اللي بنشوفهم او بانه يكون ما شاء الله تبارك الله في السوشيال ميديا. فاحنا دحين هذه الحاجتين صارت متوفره وصار كل واحد بيستخدم ذكاءه وعقله اكثر من موهبه الصوت. يعني صار الفنان هو عباره عن باكج مو صوته خلاص.
فعلا. شكلك، مضمونك، محتواك، ماذا تقدم يعني، وصوتك ونوع الأغاني يمكن اللي تغنيها طبعا. صح طبعا. وعلى فكرة حتى الجمهور يعني صار هو اللي بينقي، أنا بروح لإبراهيم عشان بسمع كذا، بروح لهاني عشان بسمع كذا، بروح لفلان عشان أسمع كذا، كل يعني الذائقة تكون متنوعة. طيب حدثنا عن العمل هذا، يعني مع مين تعاونت بخصوص هذا العمل، ويريت نسمع شوي من عندك. حاضر. أول حاجة العمل من كلمات هيما الكاتب، هو مسمي نفسه كذا، ومن ألحاني أنا، ومن توزيع الموزع المصري بصراحة هو عايش معنا في السعودية اسمه أحمد كمال. نحن نسميه أغنية صيف، يعني أغنية لطيفة ظريفة، وممكن نسمعكم شيء فرمة الساحل يعني تقريبا. أيوه. ولسه حتتصور على الفيديو كليب ان شاء الله خلال الشهر الجاي، يعني بعد رمضان على العيد حتنزل، لان هي اسم الاغنيه عيد بعيدين. عيد بعيدين. حلو، تفضل. عيد بعيدين لو اشوفك انا، حياتي احزان في بعدك انا. عيد بعيدين لو اشوفك انا، حياتي احزان في بعدك انا. خليني اشوفك يا كل الهنا، لو لحظة معك بعمري سنة. خليني أشوفك يا كل الهنا، لو لحظة معك بعمري سنة. خليني أحس بفرحة شوفك عيد، لا تخليني في بعدك يا حياتي وحيد. لا ترحل وتروح عني بعيد، اطوي الهم وخليني سعيد، وخلي الباقي الناس يسمعوا. يعني دائما الفنان يمكن يحس بالكلمات اكثر لما يغنيها، احنا نحب المحتوى لانه يمكن يمثلنا حاله او شيء. صحيح. انت هل فعلا اختيار الكلمات كان صعب عليك في هذه الاغنيه؟ هو مو قصة صعبة على قد ما هو عزيز علي. صح، يعني هو الموقف كله يتجسد ويتمثل، وإن شاء الله فكرة الكليب حتكون يعني صورة تبقى الأصل من المواقف هذه إن شاء الله. يمكن نسمع أغنية أخيرة ولا؟ والله تبي، أنت ودك تسمعنا شيء؟ يا ريت والله. أنا ودي بس يعني باختصار لو تكرمت، أنه هل هناك جهة تدعمك ولا كل شيء؟ لا بصراحة كله شخصي. كله شخصي. صحيح. شخصي. ابغى اسمع اصابك عشق. اصابك عشق. يلا. ممكن نختم ما دام اننا داخلين في مود الرومانسيه. انا اليوم رومانسيه. اصابك عشق ام رميت باسهمي، فما هذه الا سجيه مغرمي. الا فاسقيني كاسات وغني لي بذكر سليمى والكمان ونغمي. أيا داعيا بذكر العامري يتهنني، أغار عليها من فم المتكلم، أغار عليها حتى من ثيابه. لبستها فوق جسم جمل. هو ترى شعر قديم. اي قديم. اسمع، ترى هذه الاغنيه تلمس قلب كل بنت، كل بنت ودها انه شريكها يغني لها هذه الاغنيه. ولكن عاد لا لا، مو يعني مو شرط، ترى اي اغنيه رومانسيه احيانا تاثر في الشخص. هم يبدو لي انه دائما المستمع يعني الكلمات فعلا تاثر فينا اكثر، فهذه من جد من الاغاني اللي تلمس قلبي. مو لانه والله ودي احد يغني ليها او شيء، بس فعلا كلماتها فيها فيها قويه يعني. ابو سعد انا ممكن اغني لك اياها يعني. وبصوتك اجمل، ولكن تبي تكملها ولا خربنا عليك؟ بس خليك كمليها بعد البرنامج، ايش رايك؟ بعد البرنامج ماشي حبيبي يا ابراهيم. احنا طبعا سعيدين بتواجدك معنا، اتمنى لك التوفيق وان شاء الله يعني يكون في دعم. ولكن انا بقول لك يعني من اخ لاخ، لا يعني بالنهايه الانسان يعتمد من بعد الله على نفسه.
مهما يكون في شركة داعمة، أحيانا الشركة هي اللي تورط باختياراتها الغريبة بسياساتها مع الفنان، والله يوفقك إن شاء الله. اسمح لي بكلمة نص ثانية. لا طيب. لا لا تفضل تفضل. هم وقفوا صح؟ لا احنا على الهواء الآن تفضل. على فكرة أنا وما زلت أول ما بديت مسيرتي الفنية، خليني أقول لك الانطلاقة في 2018، ترى كنت مصور الانستغرام أول ما كان المتابعين عندي 209 ما شاء الله خاص. ما شاء الله. ولين ما وصلت 6000، إلين ما وصلت 10000، كل شيء موثق. 10000 أيوه. أنا ترى مبسوط من هذا الشيء اللي هو يعني محبة الناس الشيء الوحيد اللي ما تقدر تشتريه. الحمد لله الحمد لله. والنجاح يجي خطوة خطوة، ويمكن اللي أنت وصلت له خطوة خطوة بتحس بطعمه بعدين فعلا. لما تكون ناجح أكثر، ويعطيك ألف عافية.